اقبال الناخبين في البحر الاحمر وفي الفيوم وفي اسيوط وفي جنوب سيناء وفي منطقه القاهره في شرق القاهره وفي جنوبها. ما زال التصويت مستمر في الكثافات المتواجده، حتى اخر ناخب متواجد في جمعيه الانتخاب بيمكن من الادلاء بصوته، ولا يتم غلق اللجان الا مع مغادره كافه الناخبين المتواجدين في جمعيه الانتخاب. دلوقتي بعد اذن حضرتك معالي صالح بيه رئيس اللجنه العامه في اسم ثاني مدينه نصر، الوضع عند حضرتك ممكن تحطنا علما اخبار الكثافات وهل مستمرين ولا تم الغلق؟ معالي صالح بيه الصوت مقفول. معالي صالح بيه، معالي حسن، معالي علي بيه غلاب، اخبار سيادتك رئيس اللجنه العامه في 6 اكتوبر. سيادة الرئيس، تمام. سعادتك، العمليه الانتخابيه تمت بانتظام ولسه ما زال في كثافات موجوده في اللجان. تمام. هم عدد 19 لجنه ولسه في ناس موجوده شغاله في اللجان لحد اخر واحد خلاص هيقتلوا اللجان. تمام يا باشا، احنا مع حضرتك لغايه انت تمام الغلق. يعني سيادتك عندك 19 لجنه فرعيه؟ تمام يا فندم. تمام يا فندم، في اي مشكلات واجهت سيادتك خلال اليوم؟ تمام. هو متابعه بس الغلق وغلق اللجان وتحريز الصناديق ووضعها في غرف خاصه لتمام الاحتفاظ بيها يعني. شكرا جزيلا سيادتك. معالي صالح بيه اتفضل يا فندم، لو سيادتك بس افتح الصوت. الصوت مقفول عندك يا معالي صالح بيه. صالح بيه الصوت مقفول. ايوه كده، اتفضل يا فندم. ازي سيادتك يا فندم؟ حضرتك رئيس اللجنه العامه في تاني اسم مدينه نصر. الصوت قفلته تاني يا فندم. تمام. الصوت مقفول يا صالح بيه، الصوت مقفول. طب هرجع لسيادتك تاني. طيب معالي المستشار خالد فتح الباب، رئيس اللجنه العامه في قسم حلايب البحر الاحمر. تمام معالي المستشار، مع سعادتك. منا فندم، اخبار حلايب عن سيادتك وكم لجنه فرعيه تبع اشراف سيادتك؟ هو سعادتك اللجنه الفرعيه لجنتين فرعيتين في قسم حلايب معانا. تمام يا فندم. مقيد فيهم 4774 ناخب معانا. تمام يا فندم. بلغت نسبه حضور برضه غير مسبوقه الحمد لله بالنظر لطبيعه المكان. تمام يا فندم. بالنظر طبعا سعادتك. لا يعني تمام يا فندم، تمام يعني بالتوفيق. ولو متابع مع حضرتك يعني، وهل المستمرين لسه الاختراع ولا قفلت بقى في تمام الساعه 9؟ لا، هي اغلقت اللجنتين في تمام التاسعه. طب مع الشكر يا فندم، شكرا، ومتابعين مع حضرتك بكره ان شاء الله. شكرا معالي خالد بيه. معالي المستشار محمد بيه تيمور رئيس اللجنه العامه في قسم القصيمه العريش، الوضع عن سيادتك؟ تم البدء في المواعيد المقررة سعادة المستشار، وتم التواصل مع اللجنة الفرعية. تمام فندم. وتبين إن مفيش أي معوقات الحمد لله، وتم الغلق في المواعيد المقررة. تمام يا فندم. حتى آخر لحظة وصلت. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك، متابعين مع حضرتك بكرة إن شاء الله. مع المستشار خالد بيك عمار رئيس اللجنة العامة في قسم التلبية الجيزة. الوضع سيادتك. مساء الخير يا باشا، وتحياتي لسيادتك ولجميع الساده الزملاء. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل يا فندم. سعادتك اللجنه العامه رقم 5 قسم الطلبيه بتضم 19 لجنه فرعيه داخل 12 مقر انتخابي، من ضمنهم 4 لجان وافدين. سعادتك تم فتح اللجان في مواعيدها صباحا، وانتظم العمل في اللجان، وبعدين توافد الناخبين يعني منذ الساعات الاولى، وزاد عدد الناخبين من بعد تقريبا الساعه 1 الظهر ولغايه نهايه اليوم. تم متابعه جميع اللجان سعادتك، ولم يتبين اي ملحوظات او عقبات.
تمام يا فندم، الشكر الجزيل. يعني تمام، كل اللجان قفلت ولا ما زالت في تصويت في بعض اللجان اللي فيها كثافات مستمر؟ لا يا معلم، كل اللجان سعادتك قفلت بالظبط في المواعيد. يعني تمام، يعني انتهت من كل الناخبين المتواجدين. انتهت من جميع الناخبين اللي موجودين في جمعيه لجنه العمليه كلها بخير على اليوم الاول. شكرا يا فندم، شكرا. معالي المستشار خالد بن مسلمي، رئيس اللجنة العامة بمصر الجديدة. الصوت يا معالي خالد بيه، الصوت. الصوت مقفول يا فندم. مساء الخير سعادة أحمد بيه، وتحياتي لجميع الزملاء. الصوت واضح كده؟ تمام يا فندم، تمام يا فندم، اتفضل. بيه؟ اتفضل يا فندم، واضح. الصوت واضح يا فندم، واضح. حضرتك عدد تمام يا احمد بيه، عدد اللجان الفرعيه بدايه اسم مصر الجديده اللجنه العامه 14، عدد اللجان الفرعيه 25، الانتظام العمليه الانتخابيه، وما زالت بعض اللجان الفرعيه وعددها 5 6 لجان التصويت مستمر فيها في جمعيه الانتخاب. تمام يا فندم، مع الشكر الجزيل مع حضرتك ومتابعين لغايه انتهايه الغلق بتمام الغلق الصناديق ووضعها في الغرفه للحفظ الحفاظ عليها. شكرا يا فندم. ان شاء الله. معالي المستشار محمد بيه عزت، رئيس لجنه متابعه شمال سيناء. الوضع عن سيادتك وكم لجنه عامه تحت متابعه حضرتك بالفرعيات الخاصه بيها؟ شكرا معالي الوزير. اتفضل يا فندم. تحياتي المعاليك ولكافه الزملاء الحاضرين معنا الاجتماع. احنا سيادتك عندنا 11 لجنه عامه تحتيهم 53 لجنه فرعيه. تمام. الحمد لله سعادتك كله بدا في الميعاد وفضلوا شغالين لغايه اخر ناخب داخل الجمعيه الانتخابيه واغلقوا في المواعيد المقرره. تمام تمام يا فندم. الحمد لله سعادتك العمليه صارت بهدوء ومفيش مشاكل الحمد. في كثافات معاليك المحافظه شهدتها خلال الساعات الاولى برضو زي بقيه المحافظات؟ طبعا سعادتك كان في اقبال في الساعات الاولى وخصوصا على اللجان الوافدين. تمام فندم، مستمر العمل حتى تمام التاسعة والتمكين اللي موجودين. تمام سعادتك، تمام عليك طبعا، تمكين كل الموجودين داخل الجمعية الانتخابية حتى بعد الساعة التاسعة. شكرا يا باشا، متابعين مع سيادتك من بوكر ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله معالي. معالي المستشار شريف بيه العقبي، رئيس لجنة متابعة الجيزة. السلام عليكم يا احمد بيه، وتحياتي لحضرتك. الله يخلي سيادتك يا فندم. معاليك بس قبل ما نبدا، احنا وزعنا كارت برايل الحمد لله على كل اللجان. تفادينا المشكلة اللي احنا واجهتنا في المنتصف. انتهت هذه المشكلة. تمام يا فندم. كل اللي كانت تقريبا في ما عدا اكتوبر وبعض اللي كان في النميرة الغربية. تمام. ما زالت شغالة حتى الآن. تمام تمام يا فندم. واللي كان العامة كلها 26 لجنة عامة. تمام. الحمد لله بنتابع هذا الزملاء ورسائل اللجان العامة وبدأ في بعض اللجان بنسبة عالية جدا بدأت في غلق الصناديق والانتهاء من التصوير. تمام، متابعين مع حضرتك طبعا لو في احتياج لاي اوراق اقتراع او حاجه عشان نبتدي نرسل الدعم. مع سيادتك مع الشكر والاستمرار. شكرا يا فندم لحضرتك جزيلا. معالي عبد الغفار بيج عبد الله، رئيس لجنه تاني الغردقه البحر الاحمر. الصوت يا معالي عبد الغفار بيه، الصوت مقفول يا فندم. الصوت مقفول. احمد بيه. اتفضل يا فندم. احمد ازيك يا فندم، الله يكرمك احمد بيه. انا عندي 29 لجنه في البحر الاحمر في اللجنه الثانيه. مقيدين فيها 124492. كثافه الحضور كانت ممتازه جدا. 29 لجنه حاليا لسه مختارين دلوقتي، في لجنتين لسه شغالين بالفعل كثافه الحضور. فعلا في الغردقه تاني كان لجنتين لسه ما زالت مستمر العمل بيها. لسه ما زالت بالظبط. فيهم كثافه الحضور عاليه جدا جدا يعني، فالحمد لله لكن شغالين متابعين معاهم لغايه اما يتم الغلق مع نهايه اخر ناخب يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله بشكر حضرتك على المتابعه يا فندم. شكرا يا فندم. معالي صالح بيه، شكرا فندم. معالي صالح بيه رئيس لجنه اسم تاني مدينه نصر، منتابع مع حضرتك وبشكر حضرتك جدا. اتفضل يا فندم، اتفضل يا معالي صالح بيه.
هو واضح ان المشكله في الصوت يا فندم. نعلي الصوت. يا فندم. ايوه كده. تمام يا فندم. تمام. الكثافات عند سيادتك ما زال التصويت عند سيادتك. تمام يا فندم. تمام يا فندم بالتوفيق. ما زال التصويت مستمر في اللجان الفرعيه التابعه لحضرتك؟ لا، ما زال التصويت مستمر بعد الساعه 9. يا فندم ما زال التصويت مستمر في اللجان الفرعيه التابعه لحضرتك ولا فنة؟ تمام يا باشا، شكرا جزيلا لسيادتك يا فندم، ومتابعين مع حضرتك وباكر ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم. تمام يا فندم، بشكر سيادتك على المتابعه والاشراف يا فندم، واحنا متابعين مع حضراتكم. احنا دلوقتي يعتبر في جزء كبير من اللجان الفرعيه تم غلقها، ومع تمام نهايه كافه الناخبين المتواجدين في جمعيه الانتخاب، وما زال بعض من اللجان الفرعيه في بعض من المحافظات مستمر الانتخاب فيها وتمكين كافه الناخبين المتواجدين، ويتم الانتهاء من كافه الاجراءات المتعلقه بغلق كافه اللجان، وناخد تمام بيها ان شاء الله لغلق الصناديق والاحتفاظ بها في غرفه مغلقه، وبيتم وضع حراسه لازمه عليها. الامور الحمد لله في اليوم الاول كانت فيها ابهار في الـ في الـ في, الـ في التواجد من مجموع الناخبين، وما زال واحنا برضو يعني بنشكر كافه الناخبين اللي توجهوا للادلاء باصواتهم وشاركوا في هذا العرس وبشروا حقوقهم السياسيه، وبندعو كافه الناخبين للاستمرار في التواجد خلال الايام القادمه في اليوم الثاني والثالث لاستكمال هذا العرس ومباشرة حقوقهم السياسية. أنا بشكر حضراتكم المتابعة، ومستمرين إن شاء الله من بداية اليوم الثاني، ونطلع حضراتكم على كافة المستجدات أول بأول. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأنا بشكر حضراتكم، وإن شاء الله متابعين مع حضراتكم أول بأول. شكرا فندم. شكرا مع المستشار. شكرا فندم. شكرا.